النهارده اكيد يوم مهم، مهم جدا في حاجات كل رياضي. لعيبه النادي الاهلي اللي قدامنا اللي رفعت اسم نادينا في كل المحافل الدوليه العربيه والافريقيه والعالميه كمان، وكمان شرفت مصر في كاس العالم ودوره الالعاب الافريقيه، اكيد هم دول لعيبه النادي الاهلي. النهارده اكيد ده يوم المكافاه، المكافاه للعيب اللي هو حاسس النهارده ناديه بيته بيكرمه جوه النادي الاهلي، وده احلى تكريم بالنسبه لكل اللاعبين. اكيد اللاعبين دول اللي ضحوا بوقتهم مجهودهم وكمان حاجات كتيره سابوها علشان نقعد كلنا القعده دي، وكمان عشان مجلس اداره النادي الاهلي يكرمهم النهارده في يوم التكريم الكبير ليهم. اكيد كلنا بنحييهم ونقول لهم نشكركم جدا جدا على اللي بتعملوه، وكمان مستنيين منكم السنه دي والسنه وكل السنين اللي جايه حاجات كتيره جدا وبطولات وانجازات وميداليات تضاف للسجل التاريخي للنادي الاهلي. بصراحه مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب كان اسرع من اي حد فينا. القرار اتاخد من ايام، وعلى طول كل الاداره التنفيذيه اشتغلت وتحضر الحفله الكبيره دي عشان ابطالنا يتكرموا النهارده. مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بيقول للعيبه اللي قدامي دي وبيقول لكل لعيبه الاهلي احنا في ظهركم بنساندكم بندعمكم كل الدعم، عشان دايما النادي الاهلي هو رقم واحد في مصر وافريقيا والعرب والعالم. الاهلي مش كره قدم، اكيد ما هي مش كره قدم، لكن اكيد في العاب كتيره، علشان كده الاهلي هو اكبر مؤسسه رياضيه في مصر وافريقيا والشرق الاوسط، وده علشان ايه؟ حاجه واحده بس، قايمه على المبادئ القيم اللي بنتوارثها جيل عن جيل. دي حقيقه دي اهم حاجه في الموضوع. اكيد النهارده فخور وسعيد ان انا واحد واقف قدامكم النهارده، كنت لعيب في وقت التكريم بتاعي، كانت اعظم لحظه في حياتي ان النادي الاهلي ومجلس ادارته يقدر يكرمني. حسيت بيها كتير وحاسس بيكم، بس مطلوب منكم لو سمحتم الوقت اللي جاي نزيد وبطولات وانجازات، علشان دايما نادينا هو رقم واحد بس في العالم كله.